وكأني عرفت الأخبار، راجت بعض الأخبار اليوم على أنه صار بعض الإشكاليات في مقر إقامة المنتخب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنت الموجود غاديك، هذا هو أخبار حسيت بيك شكر. أكيد هي بعض الأخبار الحقيقة اللي هي لا ترتقي حتى للإشاعات، أخبار الحقيقة ننفيوها ومش موجودة بالمرة، لأنه الحقيقة معناتها اللي قاعد صاير في الكلام اللي قاعد يتقال في المنتخب الوطني التونسي الحقيقه يؤسف، خاصه وقت اللي يكون من بعض الزملاء الاعلاميين. المنتخب الوطني التونسي انهى تقريبا من ساعه ونص خالد الحصه التدريبيه بتاعه، كانت الاجواء مميزه في حصه التدريبات، ثم مشاو للنزل، ما فما حتى مشاكل بين لاعبي المنتخب، وهذا اكيد ربما اخبار واشاعات متعودين خالد انها تخرج مثل هذه الوضعيات احيانا، يعني تكون مبالغ فيها واحيانا يمكن انه نقبلوها. على كل حال مش هذه الاشياء اللي باش يعني تغير ربما والا تاثر على المنتخب الوطني التونسي. حتى قيس سرجيز يعني الملحق الاعلامي للجامعه التونسيه لكرة القدم كان علق في على تدوينه نتاع احد الزملاء اللي خارج الاخبار هذا، وقال له ربي يسامحك لانه ما فما حتى شيء من مثل هذا، من مثل هذه الاخبار. على كل حال خالد، معناتها اللي حبيت نقوله انه زاد نعطيه شويه ربما بعض المعلومات والمعطيات على المنتخب النيجيري اذا كان تسمح خالد. يلا بإجاز شاكر بإجاز. نعرف من بعد بالضبط، نعرف بعد ماشي بحثة اكيد الدوالة بحثة هيثم واخبار القرعه نتاع اليوم ومواجهه تونس لمنتخب مالي في المونديال في الدور الاخير المؤهل للمونديال. قلت خالد المنتخب النيجيري تدرب 8 متاع الليل يعني تقريبا من شويه تدرب المنتخب النيجيري، وفي خلال الحصه التدريبيه نتاعو اللي كانت ايضا بالملعب الفرعي انقطع التيار الكهربائي على الحصه التدريبيه نتاع المنتخب النيجيري لبعض الدقائق بعد تم يعني تلافي الخلل هذايا، ورجع يتدرب المنتخب النيجيري تقريبا بدون نقائص المنتخب النيجيري عكس المنتخب التونسي، في انتظار بالطبيعه ربما يعني المقابلة متاع غدوة خالد. أكيد حقيقة الميدان حتى شيء الكلام اللي قاعدين نقولوا فيه كله يعني النجم يكون أكيد مهم، ولكن حقيقة الميدان وقت اللي يزفر الحكم 90 دقيقة أنا نقول بدين الملاعبية وبثقين الملاعبية إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي نجم غدوة. خليني نقول مثال خالد يعمل المفاجأة باعتبار النقائص الكبيرة اللي موجودة في التشكيلة نتاعه. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي كل ملاعب يعرف اللي هو راهو الهدف اليوم هو الذهاب أبعد، وإذا كان عندنا منتخب قادر انه يمشي لبعيد راهو يلزم اثبات هذا عن طريق المنتخب ولا من خلال المنتخب النيجيري في مباراه غدوه اللي بتكون 8 متاع الليل كما قلت بحضور عدد كبير من الجماهير النيجيريه. يعطيك الصحه شاكر الكنزاري على كل هذه الايضاحات والمعلومات. وحكم المباراه هو السنغالي مكيت نداي.